ممتاز، خرج الكرة مباشرة للاتحاد، محاولة بودربال، كرة الهجوج بين هيلة ممتازة، يا سلام، الله 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 الله، سيناريو غير منتظر تماما، الاتحاد يتمكن من الوصول إلى الشباك، يصيب شباك الحارس شاوشي، دفاع المولودية يتفرج، البداية التي لم تكن متوقعة إطلاقا إطلاقا لم تكن متوقعة، السيناريو العجيب الغريب، عناصر المولودية يتفرجون، أنصار المولودية ساكتون حائرون، ماذا حدث في الدقيقة الثانية من هذه المباراة من الدرب رقم 104؟ ترفلو الهداف القناص من نوعه الخاص، ها هي الكرة، لا وجود لوضع التسلل، موفي الينيومو تاع قراوي اللي ما كانش في الخط مع الزملاء نتاعو، اعطى شوف التمريره تاع بن خماسه بعد 9 تمريرات ناجحه بالنسبه الى الاتحاد والدخول قوي. في الدقيقه الثانيه اعتقد واظن انه اسرع هدف في الديربي بين الفريقين. نظن الدقيقه الاولى اسرع هدف في تاريخ الفريقين في الدقيقه الاولى. ترفلو يصيب، والتدريب موجود ولكن لما تدرب في السانتيتيك وتلعب مقطوعة خطيرة. صعبة خطيرة، مقطوعة بودربال صعبة وخطيرة، ثاني أهداف المباراة لاتحاد الجزائر، يفجر فرحة الأنصار فوق المدرجات بالهدف الثاني لاتحاد الجزائر، يا سلام بودربال ماذا فعل في هذه الكرة، التوغل داخل منطقة الجزاء بعد كرة خاطئة في وسط الميدان من جانب مولودية الجزائر، طبعا الخطأ ممنوع، هاي الكرة الخاطئة، حتى يعني نظن الخطأ الكبير اللي قام به المدافعين انهم تراجعوا، ارضيه زاحفه، شوف هنا من المفروض على المدافعين انهم يخرجوا للمهاجم حتى ما يخليولوش المساحه، شوف كذلك تعامل جيد، ارضيه اخرى بعد ذلك، هيا من حشود، شباك الحارس زيماموش في الدقيقة 56، 2-1، إرادة كبيرة شفناها عند لاعبي المولودية، كان متوقع جدا بعد نقولوا تضيع عدة فرص سانحة للتسجيل، ها هو الهدف يجي من كرة ثابتة بعد ثلث ركنيات متتالية، المودن هو البديل الذي تكلمنا عنه، ها هي اللقطة بتنويع أو بطريقة أخرى، في المرة الأولى الدفاع، في المرة الثانية المتابعة من دبكة، متابعة والإصرار والعزيمة، نعم شوف حتى هنايا يعني أخيرا جاء الجواب، دبكة تمكن من الوصول إلى مرمى الحارس زيماموش في الدقيقة 56، نقدروا نقولوا أنه لقى شفرة تاع فك شفرة تاع، هاهي سنشاهد، شوف هنا نعم فيه دفع، ولو أنه لا فيه مسك والدفع من الشافعي على النقاش، متعود على التسجيل نعم، زيماموش متعود ايضا على، ولكن حاله الدربي متعود ايضا على التصدي لركلات الجزاء، المواجهه الصعبه والاقوى في المباراه على الاطلاق، لمن ستكون الكلمه في هذه الكره، ركله الجزاء كل شيء في مكانه بالنسبه للحكم، ديرار جاي السعيد زيماموش، ديرار جاي شباك، تتحرك المدرجات بالنسبة لأنصار المولودية بهدف التعديل من حشود، زيماموش كان بارعا، المتابعة كانت رائعة، ماذا هناك، هكذا
تفعل الدربيات. نعم إنه الكاتب العام لمولودية الجزائر. سلامات سلامات هكذا يفعل الدربي بأحيان بأصحاب القلوب الضعيفة بالمتابعين بالمناصرين بأصحاب الحساسية الكبيرة. ها هي المدرجات قد اشتعلت شعل مباراة حشود اشتعل الدربي وزيماموش يتصدى بقوة. قلنا أنه مازال ما تسجلش ضربة الجزاء زيماموش قال لا ولكن حشود نعم. روح في المتابعة روح الفريق شوف الرجل اليسرى يتمكن بقوة.